يعني حضرتك بتقدمي البرنامج بنتكلم عن 3 لغات، فقرات متنوعه، والحقيقه حاجه ممتازه جدا الجزئيه اللي حضرتك اشرت اليها، ازاي بتوظفي ال3 لغات في نفس التوقيت. التفاعل بقى ما بين حضرتك وما بين الناس اللي هم المستمعين للبرنامج، وازاي بيتلقوا المعلومات اللي بتقدميها بدون ما يكون في اي ملل زي ما حضرتك وضحتي، ولكن ازاي بيكون ليهم تفاعل الاخذ والرد زي ما بيقولوا. الاخذ والرد دايما بيكون عن طريق القناه الاذاعيه نفسها، التواصل عن طريق الكومنتس او عن طريق اذاعه الراديو. فانا يعني لما بيوصل لي كومنت انا ببقى عارفه هل الـ 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 اكمل في هذه يعني نقطه، احسن، اجود. بالنسبه بقى لما فيش ملل، لان انا دايما انا شخصيتي كمان ما بحبش الملل، انا دايما متنوعه واحب ما احبش اكرر نفسي، فدايما بعمل موضوع وبعدين موضوع تاني، يعني اطلع من استاذه يعني ياسمين اغير. في موضوعات بيطلبوها منك المستمعين سواء النمساويين او المصريين المقيمين في النمسا انك تتناوليها في البرنامج، او شخصيات نفسهم تقربيها ليهم هناك في النمسا؟ الحقيقه من اكثر المواضيع اللي هي بسمعها دايما في شغف عنها هي مواضيع تخص المراه والمراه العربيه. والحقيقه يعني انا في احدى المرات كما اذكر ان في احد المستمعين طلب مني حلقه عن الست السيده الفاضله يعني سيده الغناء وام كلثوم. فيعني انا الحقيقه يعني استغربت ان هو عارفها كده وبيسمعها وقعد يقول لي انت عمري. الحقيقه يعني حلقه زي دي قلت له انا بحاول ان انا الم كل المعلومات اللي بتفيد المجتمع وتكون مفيده جدا 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 واقدر اعمل حلقه بيها، بس هم عارفين احنا يعني احنا مسموعين ومتشافين طبعا. ومصر يعني عايز اقول لحضرتك هنا مصر هي من البلاد المحبوبه جدا، انا اول ما اقول ايجيبتين او ايجيبت بقيهم فرحانين قوي بيحبوها جدا جدا يعني. صحيح جداً. يعني وانت بتتكلمي هنا عن رموز، احنا لسه قوي بنحتفل بمئويه ام كلثوم. طب ازاي بقى بتبداي ان انت تحضري لحلقه ثريه زي اللي بتكلمين عنها، ايا كان موضوع الحلقه او ايا كان شخصيه الحلقه، الصعوبه نفسها من الصعوبه بمكان ان انت تحضري بحلقه، الماده اللي فيها كتير والمده اكيد مش كبيره قوي علشان تقدري تقدميها، وفي نفس الوقت عدد كبير او 3 لغات في نفس التوقيت. اولا انا ماشيه باجنده كده صغننه، اول ما تيجي فكره اكتب على طول الفكره، هي فكره، هي كل حاجه انا بعملها فكره. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا لازم اكون الفكره دي عاجباني وانا هستمتع بيها الاول، يعني انا دايما اتكلم اقول اي حاجه هتكلم فيها لازم تكون انا حباها علشان اقدر اوصلها بحب، يعني فكره الشغف والحب في اي حاجه دي دايما دي رساله انا عايزه اوجهها يعني رب كل الشباب كمان يسمعوني اللي بيسمعوني واللي بيشوفوني. يا جماعه الشغف والحب مهم قوي، فابتدي اول بالحاجه اللي بحبها، الحلقه اللي هي ممكن تكون انا هستمتع بيها وانا بعملها، وبعدين ابتدي الم المعلومات وتكون معلومات موثوق فيها يعني، والمعلومات اللي مش موثوق فيها ابعد تماما عنها. بالنسبه بعد كده اطعمها بقى بالاغاني الحلوه اللي ماشيه مع سياق الموضوع. فهي فكره ثم وشغف ومحبه ومجهود. أستاذة ياسمين بالتأكيد لكي نموذج كده ملهم وقدوة برضو يعني حطاه قدام عينيكي كإذاعي كبير أو إذاعية كبيرة أو إعلامي يعني كبير، مين الشخصية دي؟ والله هو أكتر يعني أكتر من شخصية، يعني أنا كنت بحب قوي يعني المرحوم موفيق فوزي، بحب قوي طريقته كده وإن هو بياخد الكلام كده. وبحب يعني بحب كتير، بس انا احب يعني اللي عايزه اقوله هو مجموعه احنا اتربينا على 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 اعلاميين كتير جدا، وكل اللي شفتهم في التلفزيون وكل اللي سمعت صوتهم، وحتى مش لازم يكونوا بس اعلاميين او اذاعيين، يعني فؤاد المهندس الفنان فؤاد المهندس لما كان يتكلم في الاذاعه يا سلام يعني صوته غير، وعلى فكره انا بسمعه يعني اقعد اسمع كده الاسامي الحلوه الجميله دي افضل اسمعها لغايه دلوقتي، فمفيش حد معين، هو كلهم مجموعه شكلوا كياني ووجداني. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، دور البيت كمان مهم قوي الحقيقه، دور الاسره ودور البيت. طب ده ياخدنا بقى لان رقم 3 برضو رقم مميز، يعني حضرتك بتتكلمي 3 لغات، عندك 3 بنات، في واضح ان في علاقه ما بينكم الرقم 3 يعني. ده لذيذ قوي الرقم ده، رقم قوة الرقم ده. العمل الإعلامي مش سهل، التواجد في مدينة زي أو في بلد زي النمسا برضو تحدي كبير، إنك تبقي أم وصاحبة مبادرة إنسانية هنتكلم عنها بعد شوية، وعندك عملك الإعلامي والإذاعي، وحابة تعملي وبتسافري كتير علشان تعملي اللقاءات بتاعتك، إزاي قادرة توفقي ما بين ده وما بين أسرتك وإنك كمان تحافظي على ثقافة بناتك وهويتهم المصرية في بلد زي النمسا؟
ده شغل، دي اصعب شغلانه في الحياه، وطبعا هي كان صعبه وهي كمان ممتعه، هي رحله الامومه يعني. الواحد يعني الولاد هم دول حته مننا زي كل ام، والواحد بيحاول يقدم قد ما بيقدر نصائح. هو دلوقتي في سن ولادي انا ما اقدرش اقدم غير النصيحه يعني، هم كده ما شاء الله كبروا، لكن قبل كده كنت دايما بتكلم كويس عن بلدي، بتكلم عربي على طول في البيت، جدهم وجدتهم، اهلنا، ما بنقطعش الود ما بيننا وما بين بلدنا، ما بنقطعش الود ما بيننا وما بين ثقافتنا. هم بيسافروا على طول مصر حتى من غيري، لما كنا انا مش معاهم هم بيسافروا. دي مهمه قوي حكايه يعني الود ووصل الود دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للشغل، كل ام في الدنيا زي ما حضرتك دلوقتي عارفه احنا يعني قليل الام المتفرغه تماما، الظروف الاقتصاديه الموجوده حاليا، فكتير قوي من السيدات اللي بتشتغل، فزي اي ام بشتغل وبحاول اقدم دوري هو المهم كأم، وبحاول انظم ما بينهم، صحيان بدري، يعني هقدر الحاجه قبلها بيوم، زي ما حضرتك عارفه اللي هي قدرات قدرات المراه الموجوده يعني بشكل عام بتوظفيها. تمام. مالتي فانكشن. طيب بحب الاكل المصري، بعمل اكل مصري. تمام. التحديات نفسها بقى يا فندم، يعني ازاي وهم بنات ربنا يخليهم لك، المجتمع بالتاكيد مختلف، ازاي بقى بتحاولي ان انت تحافظي على التوازن ده؟ يعني بالتاكيد بيكون في تحديات بتواجهك. طبعا هي التحديات دي موجوده في كل حته، ومش بس حتى لو حد عايش في اوروبا، هي التحديات دلوقتي حتى لو حد عايش في بلده الاصلي بقت الثقافات مختلفه والولاد اتغيروا والمفاهيم اتغيرت، هو الواحد لازم يتطور مع العصر مع المحاوله ان هو يحافظ على العادات والتقاليد والبيت، طبعا دي ما فيهاش كلام، ولكن هي بترجع اصلا من الاول، ولازم نسيب للولاد برضو نسبه حريه في الحدود المتاحه، يعني ما تبقاش توازن قوي، ما يبقاش الواحد ما يبقاش سايبهم قوي وما يبقاش برضو ماسك عليهم قوي، ويحاول النصيحه زي ما قلت لحضرتك، هي من الاول الواحد لو الام والاب ابتدوا نفسهم وادوا مثل كويس لاولادهم، هم بالتبعيه يعني learning by doing كده، هم هيتعلموا ازاي بابايا بيعمل كده، ازاي مامتي بتعمل كده، فهيحاولوا يعملوا زيهم من غير ما يحسوا. صحيح. وطبعا الكلام الكتير مهم قوي يعني، وش انا ببعد عن الشده، رغم ان مفيش حد من اولادنا ما بيغلطش، مين ما بيغلطش يعني، كلنا بنغلط، واحنا كلنا غلطين بنغلط، بس الشده والعنف والتعنيف هذا انا مش موجود في قاموسي ابدا، ووجود لغه حوار مشتركه ما بين الاولاد والام، وجود لغه حوار مشتركه ما بين الزوج والزوجه، ما بين الام والاب، لازم حوار يا جماعه، يعني الحوار ده اهم حاجه، ومش لازم وجهه نظري تبقى صح، انا بعتذر لو انا مش فاهمه حاجه اقول لهم انا اسفه. جميل. ما فهمتش قصدكم انا، يعني مهم قوي الثقافه بتاعت التحضر والتمدن ده، مش شرط مرتبط ببره، ممكن يبقى موجود في البيت المصري والقصه، يعني انا اسف انا اسفه. في اي حته في العالم هو ده اسلوب للحياه، لازم يكون موجود، يعني اتعامل معاه على انه مش طفل وانا يعني وامتلاك، هو يعني هو كيان قائم بذاته ولهم، انا اسفه قطعت. لا خالص بالعكس. لهم كيان، لهم قدرات، يعني مش لازم كله يبقى يخش طب وهندسه زي الستيريوتايب ده، كل واحد ليه قدراته، واحده بتحب تغير امشيها في الصف ده اعمل لها اعلمها اخليها تخش فاشن ديزاين، واحده بتحب التمريض، واحده يعني لازم كل واحد حسب قدراته يا جماعه. انا والدتي رحمه الله عليها كانت دايما تقول لي شوفي قدراتهم ايه، شوفي قدراتهم ايه، بلاش الستيريوتايب، بلاش تك تك تك، فانا بحترم الحته دي، مش روح مع اولادي مع كل اللي حواليا.